نحن نشعل التغيير مع الرسالة نبني وجهتنا، مع الرسالة نبني جماعتنا، مع الرسالة نساهموا في تغيير بلادنا. باركة من التهميش والحقرة، باركة من الفساد والرشوة. كفى، لنعمل جميعا من أجل التغيير. سميتي عمر بلافريج، 41 سنة، متزوج وأب لطفلين، مهندس ومدير واحد الشركة اللي الهدف ديالها هو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والحمد لله الكفاءة ديالي والنزاهة ديالي معترف بها. عندي تجربة سياسية، وسبق لي كنت رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، وأنا تلميذ في مدرسة عبد الرحيم بوعبيد، مدرسة الوطنية والديمقراطية، جمعية وضوح طموح شجاعة اللي كانت رأسها التحقت بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لأن هذه الفيدرالية كتمثل الأمل اليوم، وعدد كبير من الجمعيات من المجتمع المدني في الطريق إلى الالتحاق بهذه الفيدرالية. رمز الرسالة هو الأمل. بغيت نعود لكم على واحد النقاش اللي دخلت فيه مع واحد السيد وأنا كندوي ليه على أفضل نموذج اللي كاين في العالم بالنسبة لي، وهو بلاد السويد. السويد ملكية برلمانية، السويد 90% ديال الشعب ديالها كينتمي للطبقة الوسطى، والسويد البلاد ديالهم كيبنيوها على التعاقد والتفاوض المستمر. هاد السويد راه في الاوائل ديال القرن العشرين راه كانت دولة نامية بحال المغرب اليوم، 50 سنة ولات من الدول المتقدمة في العالم. ملي قلت لي هاد الشيء داك السيد قال لي واش درت عايش في السويد انت؟ فجاوبته شوف اسيدي، رانا نعيش في بلادي وبغيت نبني بلادي، ويمكن انا الامل ديالي هي نشوف ولادي ولا حتى حفيظاتي يعيشوا في دولة من هنا 30-40 عام لا قدر الله تكون فيها الكرامة، العدالة الاجتماعية والحرية. أخواتي إخواني، المناضلات والمناضلين ديال الفيدرالية اليسار الديمقراطي راه كتعرفوهم، وما كاين شي تعسف ولا انتهاك، راه حنا في جنبكم، ديما في جنبكم، واليوم المطلوب هي تجربونا في التسيير الجماعي. راه حنا قادين بالشفافية ديالنا، بالنزاهة ديالنا، بالكفاءة ديالنا، حنا قادين. مع الرسالة نحن نشعل التغيير، مع الرسالة نبني وجهتنا، مع الرسالة نبني جماعتنا، مع الرسالة نساهموا في تغيير بلادنا. باركة من التهميش والحقرة، باركة من الفساد والرشوة. كفى، لنعمل جميعا من أجل التغيير.